اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار النجم الكبير الاستاذ محمد الاوس. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن؟ تشرف ومنور. منور وحشتنا والحمد لله على السلامه. اول مره نلتقيك يعني من فتره يعني. ربنا يخليك يا استاذ محمد. منورك. قدنا الرياضي الكبير الاستاذ خالد الاتيب. ازيك يا استاذ خالد؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله تمام؟ منور مكانك. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. استاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا نجم؟ نورت مكانك يا كابتن. الحمد لله على السلامه. الحمد لله بخير، كله تمام. وابو علي النهارده لابس بدله. اشمعنى هو اللي لابس بدله يعني؟ اتعودت بقى يا كابتن، ما اعرفش. تعود. ممكن هو انتوا ليه مش لابسين كرافات؟ احنا يعني اربعه مش لابسين كرافات. انت الوحيد ما تجيش الا كده. تعالى اقعد هنا. لا لا خلص عليا. ازيك يا ابو علي، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن، كله تمام. الحمد لله على سلامتك. ربنا يخليك. انا يمكن قلت لحضرتك حتى على الخاص، بقول لحضرتك هو يعني اختبار من ربنا عشان تعرف كم الناس اللي بتحبك وتشوف الناس اللي قريت عليك قد ايه. يعني الحمد لله على السلامه وكرم ومبارك. من عند ربنا. بس ابو علم ما كلمنيش، ما اعرفش ليه. ده كلمتك كابتن والله، كان تليفوني. يا عم انا بهزر. بص يا كابتن، المواقف كاشفه. طبعا طبعا. لا لا لا، انا طبعا يعني بشكركم جدا، دايما من اوائل الناس طبعا اللي كلموني. كلكم وكل اصدقائنا بصراحه يعني بشكرهم شكرا جزيلا. حاجه كويسه جدا في الوسط الرياضي. ربنا يخليك يا حبيبي. حاجه محترمه حبيب. وطول عمرك يعني تاريخك ما فيهوش اي مشكله. احنا كلنا زملاء وطلعنا مع بعض، ويعني الحمد لله والشكر لله ان الواحد يعني زي ما ابو علي قال لي الحقيقه في التليفون كده، قال لي ان يعني ده اختبار من ربنا. وشوف زمايلي كلهم الحقيقه بقى، ان انا المبسوط في ايه؟ ان كل زمايلي الجيل بتاعي يعني عماد النحاس وبركات وسيد وحسام الطقم ده كله قالوا لي بقول لك ايه، احنا هنعمل خافوا على نفسهم. هنعمل تشيك كامل. تشيك كامل ومش عارف ايه. قال لك ده من تدريبات جزئية. خلصوا يعني، طلعت كوميكس على القصه دي برضه في الموضوع. لكن الحمد لله والشكر لله. استاذ محمد خليني ابدا معاك، لانه النهارده عندنا كلام كتير جدا جدا الحقيقه، في امور كثيره جدا خلال الشهر اللي فات، عدت علينا حاجات كثيره. لكن خليني ابدا بكاس العرب وشكل منتخبنا واداء منتخبنا واختيارات كارلوس كيروش. يعني عندنا 100 حاجه في بعض. تمام. اختيارات كارلوس كيروش ال40، وعدم وجود واحد زي حسين الشحات، عدم وجود واحد زي طارق حامد، عدم وجود زي واحد زي حسين فيصل اللي كان بيتقال ان هو من مكاسب مكتسبات او من مكاسب البطوله العربيه. فبالتالي كل ده عايزين نتكلم فيه مع بعض كلنا، يعني مش عايزين. تمام. كل واحد عنده حاجه نقدر نتكلم فيها نتكلم فيها، بس نسمع بعض طبعا. خلينا نبدا من كاس العرب. الفكره الحقيقه حلوه. والفكره انا شخصيا يعني كمواطن مصري عربي ومتابع، كان نفسي بقى عندنا حاجه اسمها كاس الامم العربيه ايا كانت، حتى لو خارج يعني لو خارج اعترافات الفيفا، لو الفيفا مش معترفه بيها. كاس الامم العربيه، كاس الامم العربيه او كاس العرب. تبقى زي المنظر اللي نجحها المره دي بالشكل غير مسبوق، هو وجود اسم الفيفا فيها، واللي هو يعني فرضها على كل الدول العربيه وكل الناس تشارك قدر الامكان. يعني الحقيقه كانت بطوله مميزه وفكره كويسه، والحقيقه اظهرت لنا الجانب التنظيمي الرائع في قطر السنه دي لكاس العالم. حاجه رائعه وحاجه محترمه، تنظيم رائع، ملاعب رائعه، تصوير، حاجات كلها الناس شافتها واستمتعت بيها. خلينا نخش على الجزء الخاص بتجربتنا احنا كمصريين. يعني انا الحقيقه من اول قبل البطوله يعني اتصدمت بتصريح للسيد كيروش لما قال لك ان انا رايح اجرب ورايح اشوف ورايح اختبر. يعني والحقيقه ان البطولات دي بالنسبه للمصريين سواء المقيمين هنا في مصر او المصريين هنا في الوطن او الجاليه المصريه اللي موجوده في الدوحه او منطقه الخليج كلها، بتبقى مباريات مهمه جدا وغايه في الاهميه وغايه في القوه وغايه في الحساسيه بالنسبه لهم. فالمفروض دول يتعمل حسابهم بشكل كبير جدا، ان المنتخب اللي رايح ده بيمثل 50 100 250 الف مليون موجودين في منطقه الخليج، فالحاجات دي بتبقى مهمه ليهم معنويا ونفسيا، ولابد ان نراعي ده بغض النظر عن فكر الجهاز الفني، لان ده حاجه مهمه جدا. وحضرتك طبعا اكيد لعبت في الخليج قبل كده وشفت مدى اهتمام الناس ومدى اهتمام الشعب المصري، فكان لابد ان يكون بيها اهتمام كبير جدا. رغم ان في الجهاز الفني حصل الاهتمام داخل البطوله، لان هم شافوا الجمهور هناك قد ايه، وشافوا اهتمام الناس قد ايه، وشافوا ان منتخبنا يقدر يكمل البطوله ويقدر يفوز بالبطوله ويقدر يتحرك بشكل قوي جدا. لكن المشكله ان مستر كيروش الحقيقه على مدار البطوله توهنا وما بقيناش عارفين ايه اللي بيحصل بالظبط. يعني طول الوقت الدنيا داخله ببعضيها، مفيش تنظيم بالنسبه للفرقه، تحس ان اللعيبه نفسها تاهت. يعني في لعيبه، انا حاسس ان في لعيبه كبيره نسيت واجبات مركزها في الملعب من كتر اللي بيتعاد. في تغييرات في التشكيل كبيره جدا، في تغييرات في المراكز، بتحس ان في واجبات كتيره جدا مفتقده في الملعب، تشعر هناك فوضى تكتيكيه في منتخب مصر. فلما كانش لينا شخصيه واضحه وشخصيه بارزه طول الوقت، شفنا لعيبه خدت فرصه ما كانش يستحق ان تاخدها، وفي لعيبه بره كتيره جدا كان المفروض تاخد الفرصه ما تاخدهاش.
الحقيقه حصل نوع من اللخبطه الكبيره جدا. انا مش عارف مستر كروش بيعتمد على البطوله دي بيعتبرها اي حاجه، يعني هل دي حاجه بيشوف بيها اللعيبه؟ طب لو بيشوف بيها اللعيبه ازاي زي ما حضرتك قلت لاعب زي حسين فيصل اللي جابه وقال لنا لاعب ذو شخصيه ونفاجئ بيه مش واخده ضمن ال 40 لاعب لكاس الامم الافريقيه؟ حاجات غريبه جدا حصلت في البطوله، اكيد كلنا مع الجمهور هنتكلم فيها بشكل طويل ومفصل، لكن انا شايف ان هي تجربه غير جيده للمنتخب المصري الحقيقه، وافقدتنا الكثير من الثقه في المنتخب وفي كيروش نفسه. بالظبط. خالد، على الجانب الاخر هناك انتقادات كثيره جدا لكارلوس كيروش خلال فتره كاس العرب باستثناء مباراه او مباراه هي تقريبا الكل قال ان هو كان ماشي بشكل جيد فيها. هل تجد ان هذه الانتقادات هي ظلم ولا في محلها؟ بصراحه انا قلقان من كارلوس كروش، قلقان قلق شديد كمان. اوكي. لانه كل اللي بيعمله على مدار الفتره اللي فاتت بيدل ان هو مش مقدر قد ايه حجم انه بيدرب بلد منتخب بلد زي مصر. واضح جدا انه يعني الناس المسؤولين اللي اتفقوا معاه واللي اتكلموا معاه واضح ان هم من ضمن اتفاقاته لما تكون متفق وهو بيعلن ان هو كده اتفق مع المسؤولين انه غير مسؤول عن نتائج كاس العرب، غير مسؤول عن نتائج افريقيا، هو مش مسؤول غير على مهمه تاهل مصر الى كاس العالم، يبقى واضح ان المسؤول اللي قاعد معاه مش مقدر كمان انت يعني ايه اسم منتخب مصر. تمام. وبالتالي الراجل كل تصريحاته انا بحطها تحت بند التهريج، لان يعني في اوقات كتير جدا فيها تقليل، يعني مثلا لما بيتكلم بعد مباراه منتخب قطر ويقول انا قلت للعيبه فخور باللي قدمتوه قدام منتخب يعد في اوروبا وفي امريكا، وفي النهايه برضه هو مش عارف هو بيتكلم يعني بيتكلم عن منتخب مصر، بيتكلم عن منتخب مصر، فبيقول انا قلت للعيبه بتاعتي ان انتوا قدمتوا مباراه كويسه قدام منتخب بيتم اعداده في اوروبا وفي امريكا. في الاول وفي الاخر مع الاحترام لاسم منتخب قطر في البطوله او في او هو انه بطل اسيا، بس في الاول وفي الاخر انا منتخب مصر، ماليش علاقه بحال حاله منتخب مصر دلوقتي، ولو ان حاله منتخب مصر دلوقتي كانت تؤهله انه يوصل للمباراه النهائيه، لو كان في قليل من التخطيط، لو كان في قليل من الجراه، لو كان في حد عارف هو بيضرب مين. لو بنتكلم من الناحيه الفنيه، انا عندي مدير فني كل مبارياته اللي قادها مع منتخب مصر الشوط الاول كله ضايع منه مش موجود، ده وان ده اللي يدل على انه بيتفاجئ بالمنتخب اللي بيلعب قصاده. اغلب المباريات انا بحس ان اللعيبه بتتفاجئ بالمنتخب اللي قدامها، بحس ان كارلوس كروش ولاقي الناس في مع احترامنا الكامل في كل استوديوهات التحليل تقريبا بيقول لك عبقريه كارلوس كروش في قراءه المباراه وتغيير المجريات. طب هو اصلا اللي اخطا في البدايه، هو اصلا اللي مش قاري المنافس صح. فانا شايف ان احنا التجربه مش هقول متوسطه، انا شايف ان تجربه كارلوس كروش حتى الان هي تجربه سيئه. اخشى ما اخشى ان الموضوع يفضل مستمر بهذا الشكل، وكمان عندي مباراتين صعود كاس عالم، وبالتالي لو انا مثلا في المباراه الاولى في كاس عالم لو انا نازل قدام منتخب زي الجزائر، قدام منتخب زي تونس، قدام منتخب من المنتخبات الخمسه الكبار، اكيد هو مش هيسمح لي انه يكون الشوط الاولاني هو اللي ماسكه من غير ممكن يسجل فيه اهداف. انا كل مره بحاول الحق اخطائي في الشوط الثاني، بيحصل وساعات بنجح وساعات ما بنجحش. في المباريات الفاصله هتلاقي من الممكن ان ده يحصل، والاقي تصريح من التصريحات الغريبه جدا اللي متخصص فيها كارلوس كروش، والحقيقه هو بقى بارع في التصريحات، اكتر واحد بيتكلم عن التحكيم لما بيتكلم في تصريح عن التحكيم ويقول ان لعبتي انا قصده لعبت منتخب مصر تاثرت نفسيا بضربه جزاء احتسبها الحكم والفار الغاها. طب يعني ازاي يعني ايه اللي يؤثر نفسيا في ضربه جزاء اتحسبت ايجابيه؟ هو بيقول تاثرت سلبيا. في نفس الوقت في نفس الوقت منتخب الجزائر في الوقت الضايع امام قطر دخل فيه جون وفي شك ان هو ما يكونش هدف صحيح، اللعيبه وقفت على رجليها وقبل ما الماتش يخلص كسبت الماتش وعدت. يعني لو انت بتكلمني عن الشخصيه بتستمد من المدير الفني، وانا شايف ان كارلوس كيروش اضعف شخصيه المنتخب المصري
بتبريراته الكثيره بعد كل مباراه وعدم اعترافه بالخطا. طيب. فانا شايف انها تجربه سيئه. كلام كتير فيما يخص كارلوس كيروش بعدم تعاونه مع الجهاز المعاون خصوصا كابتن ضياء السيد، ما شفناهوش في لقطات كتيره اثناء المباراه، وهناك خلاف ما بينه وما بين محمد شوقي بيقلل بيحاول يقلل من اهميه محمد شوقي او وجوده، اسكت ومش اسكت وكلام من هذا القبيل. رايك في هذا الامر ايه يا عبد؟ بص يا كابتن، اللي يشوف تاريخ كارلوس كيروش التدريبي هيعرف كويس جدا ان هو تملي في مرحله صدام مع الجهاز المعاون معاه. الكلام ده كان موجود في منتخب ايران، وكان اكتر في هو تقريبا مسك ثلاث فترات، كان كل مره في جهاز المعاون بتاعه بيمشي. وعلى فكره هو يعني لا يعتمد الا على روجر ديسا المساعد بتاعه وجهاز المعاون بالكامل باستثناء كابتن وائل جمعه، لان كابتن وائل شغله اداري اكتر، هو لا يتعامل مع جهاز المعاون اصلا. يعني الكلام اللي بيتقال هو دلوقتي في حاول يقول لك مثلا اصل في حد من الجهاز المعاون بيطلع التشكيل، اصل في حد من الجهاز المعاون بيتكلم عن اسرار الفريق. فهو حتى كابتن محمد شوقي بيظهر معاه في المشهد، هو يعني مش واخد استراحات كامله، استراحات كامله في التمرين للمساعد بتاع روجر ديسا فقط لا غير. وهو تملي عنده بيحب حته المدرب يا كابتن اللي هو بيعشق الشو شويه، بيحب يكون حواليه هاله. يعني امبارح مثلا الناس كلها بتتكلم عن الخروج وازاي الخروج، النهارده راح مفاجئنا مثلا مطلع القائمه ال 40 لاعب. القائمة دي مبعوته مثلا من اكتر من اسبوع او 10 ايام. طب انت مطلعها النهارده ليه؟ عشان الناس تسكت عن موضوع اللي حصل في بطوله كاس العرب. وانا لو تسمح لي يا كابتن ليا وجهه نظر في موضوع كاس العرب، انا مش فاهم احنا ليه رحنا اصلا. يعني انا اتفهم ان البطوله المشاركه فيها هدفها دعم العلاقات الاخويه بين الشباب العربي، لو المنتخبات كلها راحت ب يعني التيم الاقرب للشكل، لكن معظم المنتخبات رايحه للمحليين واللي مطعم بلعب او اثنين. فانا مش فاهم احنا رحنا، لو احنا ما رحنا بالمنتخب الاولمبي وكنا من بدري اتكلمنا راح المنتخب الاولمبي كابتن شوقي غريب بالفرقه بتاعته وكنا كملنا الدوري وكنا كسبنا كل حاجه، لكن احنا رحنا قال لك بنعد وبنطلع لعيبه. طيب حسين فيصل اول واحد اللي بنقول عليه من ضمن مكاسب البطوله، انت استبعدته من قائمه ال 40 لاعب، يعني حتى مش قائمه ال 28، ده القائمه كامله. وحتى المجموعه اللي هو بيتكلم فيهم انا بقول لك اهو من دلوقتي وهنتقابل ان شاء الله ربنا يديها طول العمر ويدينا، لما يعني عن ال 28 اسم ده اذا استمر، يعني رغم ان واثق انه هيستمر، هيكون مش من ضمنهم مجموعه اللعيبه مروان داوود والمجموعه اللعيبه اللي هو اللي بيقول عليها مكاسب البطوله. فانا مش فاهم احنا رحنا البطوله ليه؟ يعني مشاكل واضحه جدا بينه وبين الجهاز المعاون، مفيش اي مكسب من البطوله بصراحه. يمكن الحاجه الوحيده اللي ضايقتني انا كشخص، بس على الجانب الاخر برضو لم نجد اي تصريح من الكابتن ضياء او من الكابتن شوقي او من كابتن عصام فيما يخص ان هو هناك اختلافات او خلافات. يعني لو عندهم مشكله ما بيقولوش ليه، فهو يعني ولم يكن هناك تصريح ينفي، ولم يكن هناك تصريح ينفي. هي مش واضحه يا كابتن. مش واضحه ان هو بيتعامل مع محمد شوقي وروجر ديسا، مع كابتن محمد شوقي وروجر ديسا، وضياء السيد مش موجود، كابتن ضياء السيد مش موجود. دي واضحه جدا في كل بص بعينك في كل الكادرات اللي بتيجي. خد بالك الكادرات دي، ما في كادرات ما بتجيش. لا اوكي، بس دي كادرات اساس. لما انت ما طلعتوش مره واحده الكاميرا ما تجيبوش غير فاخر المباراه يا استاذ محمد، دي كادرات مخرجين ناس اللي هم بتوع البطوله قطريين او اوروبيين، يعني مش مصريين. يعني انا مش بتعمد اجيبها، ده واحد حاجه. لا مش بتعمد، انا اقصد اقول لك ان هو الكادر ده بيجي مره مرتين في الماتش. لا الماتش بتاع خمس ست كادرات. بتتكلم في كام ماتش؟ في كام ماتش في اربع خمس ماتشات. انت عندك خمس تغييرات، في التغييرات دول كلهم في كل لقطه بتيجي الصوره قبلها وبعدها، مفيش مشهد واحد كابتن ضياء السيد موجود معاه. وكابتن محمد شوقي اعتقد وجهه نظري عشان مفيش مترجم. بالمناسبه انا برضو مندهش ازاي مفيش مترجم يسافر مع كارلوس كيروش. طب وازاي مترجم؟ طب هو كابتن ضياء ما عندوش لغه؟ على فكره عنده لغه كويس جدا يعني. لا هو يعني مش اللغه هي السبب يعني. اكيد طبعا هو بيعتمد على كابتن محمد شوقي عشان يوصل للاعيب، لكن انا وجهه نظري كابتن وائل جمعه وروجر ديسا هما الاثنين المهمين مفيش غيرهم في جهاز كارلوس كيروش، وهو ما بيعتمدش على الباقي الا حاجات بسيطه جدا. دي وجهه نظري. انا مش عايز اخد الدنيا ان هي سوداويه قوي يعني، والدنيا احنا عندنا بطوله امم افريقيا بعد وقت قليل. الراجل عنده مشاكل كتيره جدا، عنده سوء توظيف للعيبه في الملعب، عنده خلافات مع الجهاز المعاون، واللي بينكر ده مش سودا خالص. امال لا مش هنتكلم بجد، بس استفدنا ايه؟ عندي في دي انا بقى نتكلم في الحاجات اللي ممكن. لا بجد والله اللي نورت شويه في البطوله، انت كسبت لعيب زي فتوح بامانه من افضل اللعيبه اللي برزوا مثلا في البطوله. انت دايما عندك مشكله في حته بس الباك الشمال، بس فتوح موجود يعني، فتوح مش جديد يعني، بس ما كانش بيلعب اساسي مع منتخب مصر. وهو باك شمال منتخب مصر، هو الراجل كان ساعات ولا مميز. طب كان ساعات يلعب ايمن اشرف،
كان ساعات يلعب يجيب كريم حافظ، كان الكابتن حسام يستدعيه، كنت ساعات بتلعب عبد الشافي لو مثلا حالته كويسه. فكان عندك دايما مشكله في حته الباك الشمال، عامه في مصر نفسها في مشكله في الباك الشمال. فتو حلل يعني حلله القصه دي وثبت اقدامه في البطوله. على المستوى الدفاعي انا شايف ان احنا قدمنا مستوى دفاعي طوال ايام البطوله يكفي ان انت كمنتخب مصر ما دخلش فيه غير 3 اهداف بس، منهم الهدف اللي كان فيه سوء تفوق يعني من عمرو السوليه، والكره كانت معموله صعبه جدا واي حد مكانه ما كانش يعني هيعرف يتصرف فيها اكتر من كده. فانت على المستوى الدفاعي ظهرت بشكل كويس. ولو بصيت على تشكيل المنتخب اللي بتلعب بيه عامه كاساسيين هتلاقي ان الشناوي هيلعب اساسي، اكرم هيلعب اساسي، فتوح هيلعب اساسي، الونش وحجازي ده بنسبه كبيره دول اللي هيلعبوا معاك حتى واللي قدامهم المباراه. نفس الامر لو بصيت في نص الملعب هتلاقي الموضوع مش هيخرج النني، هيرجع بس مع حمدي والسولي ومهند. على هو هيعتمد على طريقه مستر بيتس وسمان 3-4-3، هيلعب حمدي فتحي في فضل الاثنين مدافعين كاليبر متقدم، هيبقى السولي والنني هم اللي انا بكلمك في كده. فانت هيزيد على الناس دي النني، لكن بقى كل الشق الهجومي ده اللي انت شفته في البطوله سواء زيزو او حسين فيصل او اسامه فيصل او رفعت او مش عارف كل لا هيلعب، كلنا عارفين طبعا ربنا يبعد الاصابه على اللعيبه كلها. هنلاقي صلاح ناحيه اليمين، هنلاقي عمر مرموش او تريزيجيه لو دخل فورمه ناحيه الشمال، وهنلاقي مصطفى محمد او شريف مهاجمين لمنتخب او العكس، او ان هو هيلعب خلي بالك ممكن يلعب برده مرموش راس حربه وتريزيجيه شمال لو لعب بحته اللامركزيه او خلى الناس كلها وتريزيجيه رجع فورمه بقى. هو موسيماني عمل موسيماني عمل حاله بالموضوع اللي عمله بتاع محمد فتحي، هي بتتلعب في كل حته في العالم. لا يعني بس عندنا في مصر ما كانش حد بقى قبل موسيماني، شوف حتى كيروش اعتمد عليها هناك في كاس العالم في مباراتين على ما اعتقد. حمدي فتحي كان بيلعب في حضن الاثنين مدافعين يا وراهم او قدامهم، وكان قدامه السوليه. تمام، انا اللي عايز اقوله بس ان الراجل يعني الدنيا مش عنده مشاكل، وفي كلام كتير وفي تصريحات ليه كانت يعني مخيبه للامال، والراجل قال حاجات صادمه بالنسبه لنا. لكن انا شايف المنظومه الدفاعيه بتاعتنا شكلها كويس. كل الماتشات اللي لعبناها يعني الماتش الوحيد بتاعي لمنتخب الجزائر عانى فيه كان الماتش بتاعنا، يعني اغلب الماتشات كان بيوصل وبيروح بيسجل في قطر هدفين، قدام تونس عمل ماتش كبير وكسب 2 معاك انت، كان الماتش عرف احنا كنا ماسكين كوره احسن حتى في الشوط الثاني. فانا مش عايز يعني اقول ان الراجل الدنيا بايظه معاه بالشكل ده، لكن هو ليه تصرفات غريبه. يعني انت بتعتمد على حسين فيصل طول البطوله، واول ما تيجي تختار قائمه بتاعت امم افريقيا اول واحد بيستبعده حسين فيصل. بتلعب شريف مره يمين ومره شمال ومره بتلعبه مهاجم ومره، والناس كلها شايفه ان شريف بقى له سنتين هداف الدوري، هو راس حربه صريح. قفشه اللي الناس ما تختلفش عليه كواحد من افضل صانع اللعب في افريقيا دلوقتي، بتطلعه اغلب ايام البطوله بتستبعده يبقى بره مش موجود. فحاجات كلها كابتن اسلام يعني هو ده مش بيشكل ازمه نفسيه لبعض اللعيبه؟ لا انا بقول لك هو من ضمن يعني مشاكله الاختيارات او المراكز بتاعه اللعيبه. لكن انا طب ما دي كارثه. طب ما دي ما انا عارف هنا بقى يعني دور هنا المفروض انا كجهاز معاون اكلم الراجل ده واقول له خد بالك في 1 2 3 الماتشات دي مهمه جدا، لان الناس قلت لك اذا كان هناك كلام او في اتجاه على الجهاز المعاون ان هو هناك خلافات واختلافات في وجهات. هي في نقطه بس اثارت الجدل نقطه اختيار طارق حامد او استبعاد طارق حامد. ليه طارق حامد موجود او مش موجود؟ انا في كاس العرب ولا في الأربعين؟ في الأربعين او في كاس العرب. انا لما اجي احسبها ورقه وقلم طارق حامد عنده 33 سنه. لو بصيت لحمدي فتحي الاقي حمدي فتحي عنده 27 سنه، مهند الشين 25، السوليه ممكن يكون 31 سنه بس مركزه السوليه بيلعب 8 مش بيلعب 6 اللي هو الديفندر، لا ميوله هجوميه اكتر. وفي وجود واحد زي النني بيلعب في ارسنال والدوري الانجليزي بخبراته ووجوده في المنتخب حاجه. فانا شايف ان الموضوع مش زي ما الناس مضخمه، لا بالعكس انا عندي حمدي فتحي من وجهه نظري دلوقتي احسن ديفندر موجود في مصر. لو هتتكلم بنفس المنطق ده طب ما هو عبد الله السعيد. عبد الله سعيد يعني. عبد الله سعيد لحد دلوقتي مش هو عليه طارق حامد. طارق عنده خبرات طارق حامد كبيره جدا. بس ثواني بس انا عايز اكمل كلامي. انا ما طارق حامد تاخده في ال40 تاخده ال40 وبعد كده استبعده. انا اتفهم دي لا 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 لكن ثواني بس واحد بقاله انا فترة. انا عبد الله السعيد في الحته دي هو وقفشه بس، لكن انا بتكلم في مركز ابراهيم عادل بيلعب نفس المكان. لا طب ما انت واخد مهند لاشين تاخد طارق حامد ولا مهند لاشين؟ انا وجهه نظري مهند لاشين لما تشوف ارقام مهند وتشوف شغل مهند 6 و8 لا لعيب جامد وسنه صغير وهيفرق معايا. انا ما ببص لها مثلا طارق حامد كان موجود في ماتش الاهلي والزمالك بتاع 5 انا منتخب يا محمد بس اكمل كلام عشان مش هاخد سن صغير واعرب لعيب. انا باخد اللاعب الجاهز اللي ينفذ لي في المرحله دي. اسمع مني انا وجهه نظري ايه وقول لي صح ولا غلط. طارق حامد مثلا كان موجود في ماتش الاهلي والزمالك بتاع 5 هات الاجوان بتاعت الاهلي او الخمس اهداف بتوع الاهلي اتفرج عليهم هتلاقيها كلهم من الحته اللي هي المفروض بيبقى شغل الهاف ديفندر.
ماشي هات هات ماتش الزمالك ما ينفعش تشيله ماتش طارق حامد ده فريق هات ماتش الزمالك والبنك الاهلي شوف الهدف بتاع البنك الاهلي خطا مين هات ماتشات قيس على ذلك بقى من اول الموسم في لعيبه عامل السن بيأثر فيها كابتن اسلام انا مش بتكلم عشان اهلي او زمالك انا بتكلم عملي او شغل احنا ناس بتوع كوره في لعيبه مستواها بيقل وفي نفس الوقت انا عندي في المركز ده لعيبه يعني بيأدوا مستوى هجوميا ودفاعيا كويس مثلا واحد زي حمدي فتحي هجوميا دفاعيا تسديد بيلعب براسه كويس جدا بيكمل جون طيب كويس جدا كويس جدا الكلام انت بتقوله ده هي في الاخر هي وجهه نظر كل بالزبط. واحد له وجهه نظره وهو من وجهه نظره ان هو شايف ان طارق حامد يتم استبعاده حسين الشحات خلينا نتكلم على حسين الشحات افضل يعني ما هو مش موجود فعلا مش موجود في الـ في الـ في الاسماء لكن انت لو انت بتتكلم بمنطلق سن او بمنطق السن طيب ما هو ما لو كان واخد احمد فتحي انا بس ده اللي انا متذكره دلوقتي انت احنا عبد الله هو عبد الله في مكانه هتلاقي قفشه وعبد ابراهيم عادل اللي هو ما بيلعبش بالمكان ابراهيم عادل ابراهيم عادل لو انت عايز بقى تتكلم هات حسين فيصل لعيبه بقى ما تلعبش هو لو انت عايز تتكلم على مشكله نفسيه من المدير الفني للاعب اتكلم على كيروش وقفشه ايه مثلا مش نفسيه لا 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 هي كابتن اسلام في حاجه ما حدش اتكلم عنها ايه سبب تفضيل عبد الله السعيد على قفشه نفسي يعني عايز حد يشرحها لي فنيا ايه سبب خروج قفشه في ماتش اللي فات اللي هو بتاع قبل النهائي وايه سبب كمان ماتش تونس طبعا وايه سبب كمان ان كل المواقع تكتب كل المواقع بلا استثناء تكتب ان كارلوس كروش عنف قفشه وخرجه بين الشوطين ومفيش حتى حد ينفي ولا اتكلم يعني ما هو يعني مثلا او حد لا لا طبعا هناك علامات استفهام ولكن خلي بالك اصلها في الاخر خلي بالك هي وجهات نظر يعني يعني كل واحد بيقول وجهه نظره كابتن في حاجه صغيره جدا بتبين يعني بمعنى صح انت استدعيت في اخر ماتش لينا كان في التصفيات افريقيا المؤهله اللي هي كانت مؤهله للمباراه الفاصله استبعدت بس عشان الفاصل استدعيت لاعب سموحه مش فاكر من محمد ولا رضا باين ولا كناري مش كناري كناري وما خدتوش كاس عرب طب ما انت استدعيته على اساس ايه يعني انت هنا استدعيته اذا هو واحد من ضمن اهتماماتك لما تيجي انت عندك مستبعد عندك المحترفين هقول لك ايه وعندك لعيب برنس محدد جربته وما نفعش ما هو اصل تجربه يعني مثلا اصل ليها رد هقول لك كده كل سنه مخرج يعني هي لا بالظبط ليها مخرج انت لو بتتكلم بالمنطق في السن فطب انت عبد الله السعيد عبد الله السعيد يعني لا هو ما بيعترفش بالسن هو في حاجه حاصله طب حتى لو هو من طارق يعني مليون في الميه حتى لو مش بس منه ما من حسين الهاله اللي معموله على السبعات لا حسين الشحات هو وجهه نظره انا سالت حد من الجهاز وجهه نظره هو واللي قاله لهم ان هو عنده في المركز ده محمد صلاح تمام عنده رمضان صبح بيلعبها لو كان موجود هيتم طب هي ارقام رمضان صبح هكمل لك بس ارقام حسين لا انا بقول انا هنا ما بتكلمش أرقام على ارقام انا بتكلم لك على ارقام زيزو لا انا بتكلم اللي بيلعب معاه في البطوله العربيه انا ما انا بتكلم في تدريبه هو انا بقول لك كلام هو ترتيبه هو قال لك رمضان ممكن يلعبها زيزو ممكن يلعبها دول بس صلاح في جميع الاحوال هو اساسي هو رقم واحد بالنسبه له فالاثنين دول ممكن يلعبوا لو رمضان استمر معه وعندك ابراهيم عادل نفس الموضوع بيلعب الحته دي فهو اختيارات وجهه نظره الشخصيه احنا وجهه نظرنا ان حسين الشحات افضل من زيزو وافضل من ابراهيم عادل في مستوى الخبرات على ابراهيم عادل لكن هو وجهه نظره لا الترتيب الاربعه دول بالنسبه له كده دي حته ما تقدرش تتكلم فيها نفس الامر يا جماعه ينطبق على نفس يعني نفس الكلام اللي انت بتقوله يا صباح حكيم دلوقتي ينطبق على فكره طارق حامد يعني هو عنده اولويات انت اتكلمت فيها من الناحيه السن طب انا لا هو عنده هو مش عارف هل الوقت يسمح قبل الفصل ولا لا وده ممكن ياخدنا الجزئيه ثانيه خالص يعني هو استبعاد غير فني بشكل عام يعني انا ما عنديش فكره انا عايز حضرتك استبعاد غير فني ولا حد راضي يطلع كلاعب كره كابتن اسلام كلاعب كره سابق اكيد يعني وليك خبراتك يعني هل الافضل كمدير فني ان اجيب لاعب عنده خبرات وسنه لسه صغير اديله ثقه زي حسين الشحات ولا اجيب لاعب على الطوب الاحمر لسه اديله خبرات اني افضل طب لا مش محتاجه يعني مش محتاجه اي حد يجاوب لك اي حد هيختار حسين الشحات يقول لك بلاش اختار لاعب عنده خبرات اختار اللاعب اللي عنده خبرات اصل هو انت منتخب عشان موجود معاك مشروع يعني كروش مشروع لا طب المشروع انك تعيد اللعيبه دي طيب هكمل كلامنا في هذه النقطه لانها نقطه مهمه جدا ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نقاد الرياضي اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين استاذ محمد خلينا ننتقل الى ملف اخر عندنا 3 4 ملفات مهمه جدا النهارده احد هذه الملفات انتخابات اتحاد كره القدم نعم. وماذا يحدث في انتخابات اتحاد كره القدم اخيرا وبعد طول انتظار شاهدنا ظهور القوائم ظهرت قائمه علام وقدمت بالفعل النهارده بشكل رسمي في اتحاد الكوره وزي ما احنا عارفين الانتخابات بالقائمه المغلقه والاول مره بتحصل في اتحاد الكوره
واول مره نشوفها في الرياضه المصريه يمكن من عقود ما شفناش قائمه مغلقه، بمعنى ان كل واحد هيختار قائمه كامله مش هيختار افراد. قائمه بتتكلم من رئيس والنائب ومعاه 7 اعضاء ومعاه 3 احتياطي. شفنا قائمه علام فيها الدرندلي، فيها حازم، فيها بركات، فيها الكومي، فيها اللي هو مشهور، فيها دينا الرفاعي. الحقيقه مجموعه مميزه، لكن ظهرت قائمه اخرى ولم تقدم حتى الان، ولا نعلم اذا كانت ستقدم ام لا، اللي قائمه المهندس سامح فهمي ومعاه اللي هو مجد اللوزي، قائمه قويه جدا. المهندس عادل القيع من الناس الموجوده فيها، دكتوره رانيا علواني من الناس اللي موجوده، كابتن احمد حسن تقريبا المهندس عادلي اعتذر تقريبا، والله يمكن لغايه النهارده المغرب انا كان لا هم قاعدين دلوقتي بس تقريبا ده. المهندس عادل مش تقريبا برضه استاذ محمود حسين اعتذر برضه. اعتذر محمود حسين تقريبا. كان فرده في محمود حسين، يعني دي الاسماء اللي كانت مطروحه. ما بقول لك اذا قدمت القائمه، لكن طبعا لو اعتذرت يبقى ممكن تخلص تزكيه، وده المتوقع بشكل كبير جدا. لكن احنا بانتظار اتحاد كوره علشان يخرجنا من المأزق اللي احنا موجودين فيه، محتاجين مجموعه تساهم. واخر ميعاد بكره الساعه 4. الاثنين الساعه 4 هتنتهي كل حاجه. محتاجين اتحاد كوره يطور في اللعبه ويساهم في تقدمها ويعالج السلبيات اللي موجوده وينمي الايجابيات اللي موجوده، خصوصا بعد ظهور رابطه الانديه. اعتقد ان انا بتوقع كده يبقى هناك تعاون ما بين الاتحاد والرابطه. اكيد يعني ان شاء الله، يعني في تخيلي ان بنسبه كبيره قد ينتهي الامر بالتزكيه، يعني الاقرب للتزكيه لقائمه الاستاذ جمال علاش، في ظل طبعا الكلام اللي بيقوله عبد الحكيم بعد كده. لا بس هم اختاروا 13 اسم، هم اختاروا 13 اسم. طب ما تقول لهم قاعدين بيتفضلوا منهم دلوقتي، بس المعلومه اللي عند المهندس عدلي يعني ابلغهم اعتذار، ما عنديش معلومه. لو الاثنين اللي اعتذروا دول المهندس عادل القيعي والسيد لا ما ظهر دكتور عصام سراج اللي كان بس في اسماء كثيره برضو موجود. دكتور عصام سراج ظهر، قائمه ثقيله من وجهه نظر. يعني طبعا يعني المهندس عادل القيعي انا حسب معلوماتي كان عنده قناعه بالمجموعه اللي موجوده وعنده رغبه ان يكمل يدخل، يعني مفيش مشكله الا لو كانت هناك عوائق اخرى يعني لا نعلم. ظهر المهندس دكتور عصام سراج اللي كان مدير التسويق السابق في ومدير التنفيذي المصري المقصه الحالي. ظهر الدكتور رانيا علواني، موجود معاهم كابتن احمد حسن، موجود معاهم اللي هو مجد اللوزي، مجد نجاتي، المهندس مجد نجاتي مجد نجاتي برضه موجود معاهم طبعا. حمرا الطويله موجود، طويله موجود، محمد الطويله طبعا، كابتن احمد حسن. هم اختاروا 13 اسم بكره على اساس ان الوقت ضيق جدا انك تلحق تجهز ورقك وتعمل توكيلات للمحامي، لان مش هم اللي بيروحوا يقدموا على فكره، انت بتعمل توكيل لمحامي هو اللي بيروح يقدم. فممكن هم عاملين 13 اسم عشان اللي ما لحقش يخلص ورقه ويتم الاعتراض عليه يبقى هم عندهم احتياطي لان لو واحد بس تم رفضه القائمه كلها بتستبعد. ما هي قائمه مغلقه، لازم تكون متاكد ان كل الاسباب بتاعتك ما حدش عنده مشكله، واحد ما حدش عنده مشكله. عشان كده في 3 احتياطي، لو حد خرج يدخل، حد يخش مكانه يشيل ويحط. فبعد لو واحد بس خرج كان ما كانش مظبوط، لو واحد ما كانش خلص ورقه، لو واحد ما جهزش بتاع الحاجات دي هتبقى القائمه الثانيه تسكيه. دي خطورتها يعني. هم قاعدين بالمناسبه دلوقتي بيفضلوا الاسماء اللي هم اكثر من 3 4. انا اتمنى ان القائمه الثانيه تدخل، وده بيتيح فرصه للانديه ان يكون في اختيارات قدامها، يعني المنافسه تبقى كويسه وهيخلي الناس تشتغل. يعني الكابتن خالد بيوم برضو، الكابتن اسامه خليل ممثل على منطقه القناه والاسماعيلي، خالد بيوم قيمه كبيره جدا. يا ريت طبعا خالد بيوم موجود، عنده فكر ورؤيه عظيمه حقيقه. انا بنسى بس الاسماء بجمع. لا انا جميل جدا طبعا. لحقت تجي لك على طول. طيب خالد برضو اعرف وجهه نظرك فيما يحدث. لا هو اتحاد الكره اللي جاي بقى، اللي جاي قدامه فرصه فعلا تاريخيه للاصلاح اللي ما عرفناش ان احنا نصلحه طول السنين. هو السؤال يا خالد، اتحاد الكره اللي هيجي هو اللي هيدير ولا في حد هيدير له؟ ادي له فرصه يعبر عن وجهه نظره. الموضوع لغز. لا وبعدين سنتين ونص، مش 4 سنوات، سنتين ونص عشان دوري الاولمبيه لكل كافيه. كافيه يا كابتن، لانك عبء كبير جدا اتشال من عليك وهو مسابقه الدوري. رابطة الأندية بتدير الأمور، أنت دلوقتي ما عندكش غير أنك بتخطط لمستقبل الكرة المصرية على صعيد المنتخبات. وأعتقد يعني المفروض يعني أن أنت عندك أقل شيء نواة تبني عليها طول الفترة اللي جاية. أنا مش حابب فكرة أنك كل واحد يجي يطير كل اللي اتعمل قبل كده. لا بس أنا نفسي بأمانة يعني أول قرار يتاخد رحيل نيلو فنجادة، ده اول قرار لازم ناخده، وياخد صاحبه معاه بغض النظر صاحبه يفضل مستمر ولا لا. بس نفسي حد الناس اللي تيجي كده تجيب الراجل ده عمل ايه وكان جاي ليه وجي في ايه ومشي في ايه، عشان بس نعرف الراجل ده
كان وظيفته ايه بياخد ايه وكان بياخد كام؟ مع كامل احترامي انا انا لما اجي اختار مع كامل احترامي الناس كلها بدون ما يعني نتكلم على حد، انا دلوقتي الاستاذ جمال علام مسك اتحاد الكره فتره كبيره صح، انا عايز اعرف ايه النجاحات مثلا اللي حصلت معاك كمجلس او ناس كانت موجوده عشان اترشح تاني او ابقى موجود وادير الكره المصريه. تعاقد مع هيكتور كوبر وصعدنا لكاس عالم. لا بس احنا هندخل في الحته دي. ما احنا بص اصل احنا لو قعدنا نتكلم كده هنبان ان احنا واخدين وجهه نظر قايمه. والله انا ممكن تقول انا ما اعرفش القايمه الثانيه، انا اعرف قايمه قد ايه. لا انا لحد دلوقتي يعني انا انت عايزه. لا انا هقول لك حاجه يا كابتن اسامه. طب اسمعنا استاذ انا كنت بتكلم. هو ليه ميزه لو انت هتقول ميزه واحده بس؟ ليه ميزه واحده بس؟ رجع الدوري بعد الاحداث اللي كانت موجوده في عهده، وده كان حته بتحسب له ان لو ما عملش حاجه خالص يكفي ان هو رجع مسابقه الدوري ورجع نشاط الرياضي. والله اللي رجع الدوري مش قرار رئيس اتحاد الكوره، شغل الامن بس كان بيسعى بغض النظر. انا بتكلم بجد والله كان شغل امن وتعب امن. انا عارف اقول ايه، مش قرار بغض النظر بالظبط مش قرار. فاللي انا عايز اقوله بس يا كابتن اسلام، مصر كرويا او اسمها في الكوره عظيم. احنا لينا مع كامل احترام الناس كلها والله لينا باع كبير جدا، لينا اسم كبير جدا. شايف ان في ناس موجوده بجد واسماء تستحق ان تاخد فرصه حتى لو اجبرت على خوض الانتخابات. طب ما يقدموا يا ابو علي وحتى انهم تاخدوا فرصه يعني احنا عارفين حاجب الفرصه يعني. بص يا استاذ محمد من وجهه نظري احنا عارفين مين اللي جاب استاذ جمال علام في الاول. بس خليني اقول لك مثلا انت لو هتيجي تتكلم في النقطه انا دي. انا الموضوع بالنسبه لي يا كابتن اسلام بشوف في اوقات كثيره جدا الاهلي بيجي عليه جامد، واحنا بنتكلم في قناه النادي الاهلي تحكيميا بنشوف حاجات غريبه، بنشوف دوريات بيحصل فيها حاجات غريبه. فانا شايف ان في ناس فعلا يستحقوا يبقوا موجودين يطوروا الكره في مصر، يقدموا حاجه جديده. لما يكون عندك كويس جدا، لما يكون عندك عشان بس نبقى واخدين وجهتي النظر، ولو سمحتوا ممكن نتكلم في النقطه دي مع بعض. الناحيه دي مثلا هتلاقي كابتن حازم امام، كابتن محمد بركات. كابتن حازم كان موجود. خليني اكمل لك بس ماشي. الناحيه الثانيه ما هو عشان بس ما يبقاش احنا الناحيه الثانيه كابتن والله انا مع كامل احترام الناس كلها واسماء كلها محترمه، المهندس ماجد نجاتي في الناحيه الثانيه ده حد يا جماعه المهندس عدلي القيعي. طبعا كابتن اسامه بيتكلم على القايمه وبالتالي انت بتتكلم على اسماء. لا في اسماء تقيله جدا، اسماء تقيله جدا هنا وهنا جدا. وكابتن خالد بيتكلم خصوصا هنا يا كابتن، خصوصا هنا. احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ لا هنا وهنا. احنا بنتكلم على ايه؟ القايمه اللي اوريدي قدمت النهارده. احنا بكره لسه مش احنا مع اخر بكره اخر ميعاد الساعه 4 ولسه الناس ما عملوش توكيلات ولسه الناس مستقره. نامل ان يقدم انا امل يبقى في 3 4 قايمه الناس تختار بالظبط كده. بس انا بتكلم يا كابتن اسلام في ناس وجوه اللي هي بلغتنا كده اتحرقت خلاص. انا عايز حد بجد يطور. جت اشتغلت في اتحاد الكره ما عملتش اي تقدم للكره. طيب ما انت عندك هنا حد ينكر يا كابتن اسلام؟ حد ينكر ان رابطه الانديه اللي موجوده دلوقتي طورت بشكل كبير جدا؟ رغم من كميه الانتقادات خدوا كم انتقادات لا حلوه طبعا حلو التجربه لغايه دلوقتي ماشيه بشكل كويس. واي عركه كانت بتتم من اتحاد الكوره. طب عايز برافو عليك. انا عايز اكمل بقى اكمل. مفيش ماتشات اتاجلت الا الحاجات الكارثيه يعني. اتفضل. حد ينكر ان الناس دي جت طورت وخلت فيه شكل ورجعت الجماهير وشكل لا ما حدش يقدر يقول غير كده. في مده قد ايه؟ 3 شهور بس. انا ليه ما اجيبش بقى ناس ده غير التصوير والشكل الحلو والحاجات اللي دخلت بس كان في رغبه كبيره رغبه كبيره جدا من طبعاً. المسؤولين في الدوله ان المنتج يظهر بالشكل ده. طبعا هو ده مهم جدا. طبعا انت عشان تعمل المنتج ده محتاج حد يخطط له صح، محتاج حد يختار صح. هو اتحاد الكره ملوش علاقه بالموضوع ده ملوش علاقه. اتحاد الكره مهمته ايه؟ بيحط منتخبات ما عندوش غير المنتخبات دلوقتي. هو انت معلش خلينا بس انا عايز اكمل كلام عشان تفهم وجهه نظري. ماشي يعني تروح من اول حلقه وانت عايز تكمل كلامك. فاهمك يا ابو علي. انا عايز اوصل للناس ان في وجوه يا كابتن اسلام. انا بتكلم على القايمه اللي قدمت. انا ما اعرفش القايمه بكره هتقدم ولا لا. هتقدم ان شاء الله باذن الله. الناس اللي اوريدي قدمت في ناس منهم كانوا شغالين قبل كده وكانوا موجودين ما طوروش في الكره المصريه اي حاجه. وشايف ان الناس دي في ناس جابتهم وجهه نظر. انا بتكلم وجهه نظر انا. وفي ناس جابتهم وكانوا موجودين واشتغلوا وعملوا. انا ما حسيتش. تقصد المهندس هاني ابو ريده؟ خلينا نكون يعني بالظبط واضحين. واتقال ساعتها انا هجيب ده. لا ما هي القايمه دي محسوبه على المهندس هاني ابو ريده. قايمه يا حبيبي محسوبه. انا بتكلم طبعا. لا 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 مش صحيح. يعني ضغط المهندس هاني ابو ريده هو اللي جاب القايمه. فكره ان انت بتقول معلومه غير ان الناس كلها عارفه ان دي محسوبه. انا بقى انا بقول لك معلومه. انا بقول لك الكلام اللي الناس بتقوله. الكلام اللي الناس بتقوله ان القايمه دي محسوبه على المهندس هاني ابو ريده صح. وانا بقول لك في خلاف بالاثنين. انا مش خلاص انا مش عايز اتكلم في اتحاد الكوره. خلينا نتكلم على الاهلي. لا وبالتالي احنا شايفين خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل بكره لغايه الساعه 4 ونشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. انا وجهه نظري عندما
يكون هناك اكثر من وجهه نظري لما يكون هناك اكثر من قائمه هو ده هيكون هناك هو ده كابتن كل واحد يطلع بس كابتن اسلام لازم حضرتك تاخد بالك في حاجه اللي بيجي يقدم بيحط حسابات برضو ما هو انا مثلا بخطط انا دلوقتي اتحاد الكوره ايه اهدافي ايه اللي انا معايا دلوقتي طبعاً. انا ما عنديش غير المنتخبات في ظل التطور انا وجهه كل حاجه لا عنده حاجات كتيره يا حكيم منتخبات إيه؟ عنده حاجات كتير جدا إيه زي ايه لا لا يعني عنده لجنه الحكام دي موجوده من الحاجات المهمه جدا في الكوره ان شاء الله تروح الرابطه باذن الله لا عمرها ما تروح الرابطه عمرها ما تروح الرابطه بس ما ينفعش ليه ما ينفعش في كل الدولات العالميه لجنه الحكام مع اتحاد الكوره يا كابتن محمد يعني هو ليه طيب ايه اللي يمنع اللي يمنع ان دي لجنه تبقى مستقله بعيد عن المسابقه طب وايه دورهم في لجنه الحكام يعني ده للشفافيه والعداله المفروض يبقى كده يعني انا مع كامل احترامك هو قضيه طب نخلص النقطه اللي كنا بنتكلم عليها بعدين كمل كلامك يا جماعه واحنا نقاد رياضيين وناس كابتن من نجوم النادي الاهلي واحنا ناس اهلاويه وطالعين من كاف قاره الاهلي في ناس كانت موجوده ضرت النادي الاهلي تحكيمي انا سمعت مكالمات على المصلحه العامه لا دلوقتي لا مش مصلحه عامه مش لا انا بتكلم في قناه الاهلي يا استاذ محمد لا لا انا بس بشكل إيه؟ بشكل عام لا احنا بنتكلم على مصلحه الكره في مصر بص يا استاذ محمد مين اللي هيدير الكره في أنا مصر بغض النظر عن حاجه سمعت مكالمه بين مدير تنفيذي لاتحاد الكوره مع واحد كان ماسك لجنه الحكام بيقول له انا هجيب له فلان وفلان حكم اللي بعدك اللي سمعتها مصر كلها الراجل ده لما جه اللجنه اللي فاتت جابوا رئيس لجنه حكام ولما زعلوا منه شويه جابوا نائب فالاهلي بيتضر من الناس دي فانا بتكلم ان لازم يجي ناس بقى ما عندهاش حسابات مش محسوب على حد ولا مع حد ولا ضد لا حد لا طب ده هتلاقيها فين لا في كتير لكن دائما خلي بالك بس عايز اقول لك حاجه لا معلش كلامك مظبوط 100% وحاجات في كتيره مظبوطه 100% ولكن النادي الاهلي لا ينظر لاحد الاهلي انا يا كابتن اسلام طب خلينا اكمل انا كلامي بس خلينا اكمل انا كلامي اديني فرصه انا بقول لك انه في الاخر الاهلي لا ينظر الا الى العداله فقط الاهلي العداله للجميع خد بالك يعني انت لما تيجي قعدت كم مره مع مجلس اداره مش هقول لك مع كابتن مع مجلس اداره النادي الاهلي لما بتيجي تسمع تصريحات لما بتيجي تسمع كلام قعدتهم الخاصه لما بيجي يتكلم معاك بيقول لك ايه بيقول لك انا اللي يهمني ايه انا يهمني ان انا اكسب ولكن اكسب بعداله وتكافؤ الفرص ويبقى في هناك عداله للجميع للكل لل 18 فريق انا قعدت اعداد يعني مع مسؤولين فما بتيجي تتكلم الناس بتتكلم بكده وكان نقدر يتقال غير كده في وسط هذه الاعداد كان ممكن يتقال احنا اتنين صحاب بنتكلم فممكن يتقال اي حاجه لكن كان اللي كان بيتقال وده انا اقسم بالله عليه ان انا يا جماعه كاهلي انا عايز العداله ليا وللفرق عليا بلانتي احسب بلانتي بالظبط ليا بلانتي اديني بلانتي مش مثلا انا تدي للفرق الثانيه فوت لي واحده واديني واحده مفيش الكلام ده احمد مش طلع عنده مشاكل ولا بلانتي ولا طرد يعني صح ثواني خير مش النقطه انت تتفق معايا فيها احمد مش طلع عنده مشاكل وفساد والناس اللي كانت موجوده معايا في الفتره دي تمام صح وطلع واخدوا احكام وناس اتوقفت وناس اتمنعت تمام في فتره احمد الاهلي خسر 2 افريقي بسبب التحكيم لما جه اتحاد افريقي متسيبي والناس الموجوده وكانوا فير ايه اللي حصل مع الاهلي خد 2 دوري ابطال افريقيا في 7 شهور او 8 شهور الاهلي زي ما حضرتك بيدور على العداله انا مش عايز الاهلي لا يدور الا العداله بكاري جسامه يبقى موجود مثلا في مش عارف في ماتش ايه وعلاقته كويسه مش عارف بمين او حكم موجود وعلاقته كويسه بحد في المغرب او حد هنا او حد مكان احترامنا للناس لا 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 احنا بنتكلم بشكل عام ان جنرال ان جنرال فده في الاخر لو ما فيش عداله او طبقات العداله او الكلام اللي حضرتك بتقوله اكتر فريق بيتضرر من الموضوع ده هو النادي الاهلي بالظبط كده شفنا ده السنه اللي فاتت ولذلك الاهلي دائما 2014 2015 الاهلي ينظر دائما الى العداله طيب. للكل ودي تمام. حقيقه على فكره ماشي ده كمان كلام جميل لكن كيف تتحقق هذه العداله ان يكون عندك اشخاص كفاءات وبتثق فيهم وهما بيثقوا في نفسهم وعندهم قدرات ويقدروا يتطوروا من المنظومه كلها ومن كل عناصرها طبعا وبالتالي تقدر تحقق العداله والشفافيه بين الناس ما حدش بيشتغل لمصلحه حد طبعًا. احنا بنشتغل لمصلحه الانديه كلها طبعًا. وبنشتغل لمصلحه مصر كلها ده اللي احنا بننشده ونبغيه وننتظره من اتحاد الكره الجديد ولذلك عشان بنقول ايه عايزين قائمه ثانيه ضروري مهم جدا كمان ان يكون قائمه ثانيه طيب عشان بس احنا وقتنا بينتهي قدامنا 5 دقايق وقتنا ينتهي عايز اروح لملف سريع جدا وهو ملف بطوله السوبر الافريقي البعض ينظر لهذه البطوله انها يعني مباراه واحده يا جماعه ومش عارف ايه ما يعني ايه رايك يا استاذ محمد في بطوله كاس السوبر الافريقي ان شاء الله ان النادي الاهلي هيكون طرفها يوم الاربعاء القادم هي طبعا بطوله مهمه جدا دي بطوله المباراه الواحده بطوله يعني تتويج ليك على مستوى القاره في مواجهه بين بطل دوري الابطال وبطل الكونفدراليه لا طبعا مباراه مهمه جدا مباراه قويه جدا وبطوله بتحسب ليك وبطوله بتزيد رصيدك من نقاط سواء على المستوى الافريقي القاري او على المستوى العالمي لما تضاف لبطولاتك فمهم جدا انك انت تبذل كل جهدك علشان تفوز بالبطوله دي في البطولات الكبيره اللي زي كده
لا تنظر لمستوى المنافسين حتى لو كان غير مناسب في الفترات العاديه. يعني البعض بيقول لك ان الرجاء المغربي في هذه المرحله بيمر بمرحله انكسار فني وتراجع وانخفاض كبير. يعني شفنا منتخب بالظبط شفنا منتخب تونس لما وصل للمباراه النهائيه عمل ايه قدام الجزائر. صراحه عمل مباراه رائعه. اتحدث كل انا كنت متخيله كده، كنت متخيل منتخب الجزائر مثلا هيخلص بدري بغض النظر عن الهدف الثاني اللي جه، لان كانت الدنيا خلصت بالنسبه له يا صابت اثنين اهو، لكن عمل مباراه كبيره جدا وكان قاب قوسين او ادنى ان يسجل قبل الجزائر ويقدر. ليه؟ لان عنده دوافع كبيره جدا وعنده حماس كبير جدا. شفنا منتخب الاردن اللي فيه فرق كبير جدا بينه وبين منتخب مصر، تعبنا قد ايه قبل ما نحسم النتيجه. لبنان منتخب لبنان في كره القدم مفيش حاجه اسمها مباراه سهله او فرقه سهله. انا شايف ان هي مباراه صعبه جدا ومباراه تحتاج جهد كبير جدا من لعيبه الاهلي اللي عدد كبير جدا منهم مجهد بشكل كبير جدا الحقيقه بعد مجهد نفسيا وعصبيا برضه ذهنيا يا خالد. بمعنى انه اللي حصل مع بعض اللعيبه من في المنتخب، بعض لعيبتنا في المنتخب ده يؤثر نفسيا بشكل كبير جدا. عشان كده كان منتخب تونس برضو علي طبعا طبعا طبعا. لا بس في فكره مهمه جدا، انا بتكلم علي خسران نهائي بس حاسس انه ما اثرش او مش حاسس انه ظلم يعني. لكن انت تقصد على عفشه ان هو اتنين نجوم اتنين نجوم من عندي جايين والسليه حرفيا يعني متاثرين نفسيا بشكل كبير جدا. ده بالعكس الواحد انا قلقان حقيقه على محمد شريف وعلى قفشه، لان حاسس انهم والله انا حاسس ان شريف نسي كثيرا من واجبات مركزه الاساسيه جدا لما جداً. بعد تمام يعني حتى اتمنى ان ثقته ما تهتزش بنفسه يعني. يا كابتن اللي بيتقال بين اللعيبه ان ودي انا بتكلم بمعلومات بقى لا اتفضل اتفضل. اللي بيتقال بين اللعيبه ان اللعيبه كانت حاسه ان كيروش بيخلص عليهم، دي معلومات انا متاكد منها وعارف بقول ايه. وبالتالي انه العيب جاي لي بالشكل ده من المنتخب على الجهاز الفني بقياده. بس هو انا برضو سؤالي يعني انا راجل مدير فني هجيب لعيب عشان اخلص عليه ليه؟ معلش ده موضوع شرح طول. لا انا هجيب لا اصل مفيش مفيش تعمد يا خالد. لا مش تعمد يعني انا كابتن بقول لك الكلام يعني. الكلام اللي واصل للعيبه كده اللي واصل للعيبه. انا مدير فني، لا هو ممكن هجيب لعيب عشان احرقه. طب انا ما جابوش واضرب مكوا في الحيط. لا ازاي لا اضرب مكوا في الحيط. لا هو من الممكن ناخدها من سكه تانية بقى، انه اكتر ناس اتسال عليهم كارلوس كروش طول الفتره اللي فاتت قفشه وشريف قفشه وشريف. حلو جدا قفشه وشريف مره واثنين وثلاثه، ولكن الناس بس استاذ خالد عايز اقول لك حاجه وشريف. لو انت بصيت على تاريخ كروش عمل مشكله قبل كده برضه مع كريستيانو رونالدو. لا وقبل تقريبا اعتقد بعد رونالدو رودريجيز لما كان في كولومبيا رفض وعلى حصل عليه ضغط ورفض وراح قايل حاجه كده جمله ما معناها ان مصلحه الفريق عندي اهم. فهو ما بي يعني الضغط الاعلامي اللي بيحصل عليه عشان يستدعي لعبه واثنين لا. بص والله هو بيعشق ان يكون في دائره الضوء حتى لو بالمشاكل. من الممكن يعني مثلا بقول لك ان انت عندك اثنين لعيبه نفسيا انت المفروض تتعامل معاهم بشكل كويس وده اللي حاصل، بس باذن الله في مباراه السوبر هيكونوا جاهزين وهيكونوا حاضرين. بس نفسي الناس تحط شريف في المركز اللي كان متالق فيه. نتمنى انه يكون لسه فاكر. ان شاء الله يبقى فاكر الايه؟ بقول اتمنى يكون لسه فاكر واجبات مركز المهاجم. الجلسه انا لعبت واحد موسم كامل كان التركيز فيها نفسي اكتر منه فني لانه كان دايما بيتكلم معاهم ما بيتكلمش معاهم فني خالص. اتكلم معاهم ان انتوا لعيبه كبيره وتردوا في الملعب وانتوا تقدروا بتصنعوا مجد للنادي بتاعكم ومجد شخصي ليكم، ان انتوا تحققوا بطوله قاريه جديده تضاف ليكم السوبر الثامن. اتكلم معاهم ان انتوا عندكم من الخبرات ان انتوا يعني تخرجوا نفسكم من اللي حصل في المنتخب. وانا شايف خبرات لعيبه زي قفشه ومحمد، وقفشه بالذات عنده حته العند الكروي دي، لما حد مثلا بيجي لا بتلاقيه بيدوس على نفسه اكتر وبيصر اكتر. وانا شايف ان واحد هيبقى من نجوم مباراه السوبر باذن الله قفشه. موسيماني كمان شغال نفسيا مع اللعيبه كويس جدا بالذات شريف وقفشه. اتكلموا مع عمرو السوليه برضه وعمرو خرج من المود بتاعه. موضوع عمرو السوليه ده غريب جدا يعني. ما انا ياما ناس جابت اجوان في نفس يعني ما ده ظهره للجون عشان هي ماشيه الاهلي والزمالك على السوشيال ميديا. هي قلبت الاهلي. انا قلت كده يومها عمرو اللعيبه الغيوره كانت عارف لعيبه الاهلي. انت لعبت منتخب ولعبت اهلي بتبقى اللعيبه بتبقى غيوره قلبها جمهور وتوقيت الجون يعني عارف كان ليه حساسيه. ايوه في الاخر انا لعيب حزعل لكن في الاخر موضوع عمرو عنده خبرات واللعيبه عندها من الخبرات ان هي تخرج من الكلام ده. وانا شايف على مستوى الاسماء وعلى مستوى الظهور الاخير يعني يمكن الرجاء قدام حسنيه اغادير او تعادل تهيألي كسب في اخر دقيقه كسب في اخر والله اتغلب مش عارف من اولمبي الفاسي حاجه زي كده. فريق ما كسبش غير ماتشين بس
طول الماتشات الدوري. لا ولكن ده مش معناه ان هناك يعني ان ده لا 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 خالص او بتاع لانه ملهاش مقياس 90 دقيقه بتبقى الموضوع مش مختلف تماما. يعني دايما احنا الماتشات اللي قدام النادي الاهلي اي فرقه في افريقيا او في بتاع دايما نقول ايه بنزود الجل يعني اللي هو اللعيبه كلها بتبقى حتى في الدوري المحلي اي فرقه لما بتلعب الاهلي بيبقى شكل مختلف تماما. طبعا دي التويته اللي عمرو السولية النهارده كان جميله الكلام اللي عمرو السولية النهارده. شكرا لكل جمهور مصر بشكل عام وجمهور الاهلي بشكل خاص على الدعم اليومين اللي فاتوا كميه الحب اللي شفتها وحسيتها من الناس كلها حاجات ما تتوصفش الاخطاء جزء من كره القدم وبالتالي ده كلام جميل كلام جدا وده اللي احنا بنقوله ده اللي احنا بنقوله في هدف ده كابتن مشابه قوي لمؤاخذه صباح الخير الماتش ده مشابه قوي لماتش السوبر بتاع الجيش الملكي لو حضرتك تفتكر الجيش الملكي هنا السوبر سنة ضربات جزاء وكان هيضيع مننا في اخر دقيقه الكره الشادي شعلان على الخط. الحمد لله مش عايزك تفكرنا تاني يا سيدي. لا لا مش قصدي نفس الظروف احنا كسبنا سيبنا الحمد لله انا الكره دي بس نفس الظروف جت في العرض ونزلت على الارض وجت في العرض ودخلت وبعدين بالدخل وايه بقى البرنامج بتاعك كلها بتروح في الحته دي لا بس وقتها كده على طول. فالماتش ده مشابه لي قوي ظروف الجيش الملكي وقتها مشابهه لظروف الرجاء في فرق عمله ايه في فرق بالظبط فلازم ناخد الماتش ده بالنسبه لنا كعزم. لا وخلي بالك الاهم كمان ان الاهلي بقاله كفرقه عشان هم ما بيلعبش مع بعض فبعيد انت ما تعرفش الوضعيه هتكون شكلها ايه دلوقتي أنا بعد العوده دي يعني بقى اقرب لان هو هيريح معظم مش هيريحهم يعني اقصد ان هو هيبقى التمرين اخف كتير للاعبين الدوليين عن بقيه اللاعبين. الماتش ده كمان مهم في حاجه تانية مهمه جدا للنادي الاهلي ان انت 23 لقب قاري وريال مدريد 26 البطوله دي لما تكسبها تقرب بتقول مين معلش عشان اسمع تاني اكثر تتويجا بالالقاب القاريه على مستوى العالم مين ريال مدريد ايوه ماشي ريال مدريد 26. يعني اللي هو ريال مدريد ريال مدريد طبعا قدرنا هنعمل ايه طيب ماشي. 26 لقب الاهلي 23 فرصه ان انت تقرب 24 وان شاء الله باذن الله بمشيت الله تكسبه وكمان عندك نسخه دوري ابطال افريقيا انت وصلت دور المجموعات وعندك فرص عندك سكواد كويس جدا ممكن ان شاء الله نقرب خطوه ثانيه باذن الله ب 25 والريال اعتقد لسه قدامه سنتين لحد ما يرجع لمستواه لينا كويس متصدر الليجا في بس القايمه الثانيه خلاص طلعت تقريبا دلوقتي الاسماء بتاعتها استقرت بشكل كبير القايمه الثانيه في اتحاد الكره طبعا مهندس سامح فهمي مجدي اللوزي اللي هو مجدي اللوزي ماجد نجاتي محمد الطويله احمد حسن خالد بيومي عصام سراج الدين ايمن يونس حسين عبده رامي علواني اسامه خليل سمير عثمان طارق السيد شيماء منصور دول بالثلاثه اللي احتياطي 13 اسم دول دول بالثلاثه دكتور رانيا يعني هما بالاحتياطي بقى دول نظر دي القائمه دول الاسماء اللي موجوده قائمه هايله دكتور عصام سراج القرار الثاني باسم الحمله القائمتين الحقيقه قائمتين لا والقائمه اللي الاستاذ خالد بيتكلم دي اللي وصلت دلوقتي حالا هم اللي انا عارفه ان بكره الصبح سيتم الاعلان مش دلوقتي لا دي معلومات بقى يعني. معلومات لكن الحسم بكره والكاف اخطر الحكام المصريين رسمي ان هم موجودين في بطوله افريقيا في ميعادها والبطوله مفيش تاريخ الاستاذ محمد كان بيقول لي على حاجه فيما يخص الحكام ده الصفحه الرسميه للكاف على تويتر كانت اعلنت ان متبقي 20 يوما على انطلاق كاس الامم الافريقيه ده معناه ايه ده معناه ان البطوله هتقام في موعدها متسبي رئيس الكاف هيغادر بكره مسافر للكاميرون هيلتقي سامو ليتو هناك رئيس الاتحاد الجديد ومن هناك هيعلن يوم الاربعاء ان شاء الله القرار النهائي والقرار الفاصل في هذا الامر عشان نبدا ندور بقى على حل في مشكله مونديال الانديه ونشوف بقى ليس كل ما يعرف يقال ولا انا كنت يعني حكم بلغ دلوقتي ان تم اختارهم رسميا ان بطوله الكاف موعدها وان انتوا هتبقوا موجودين في البطوله في كذا يعني بعت لي ان هم بعتوا لهم رسمي هم لسه ما سافروش ما ممكن تجي لهم برده رسميا ما تسافروش بس هو اخطر الحكام كلها بتاعت اللي هتدير البطوله هيبقوا موجودين في والله هو اللي انا عارفه برده ده عن طريق ناس حبايبنا ان هم كاس كان العالم ممكن تتأخر. ان كاس العالم هتتاخر ليهم 7 ايام عرفت لا مش حبايبنا يعني ان هم يعني انا اقصد ان كان من المفترض شركه سياحه فكان من المفترض ان هي اللي هتعمل الناس اللي هتيجي فالناس اللي هتيجي قالوا لهم لا اصبروا شويه من الفيفا يعني انا بكره اصبروا شويه علشان احنا احتمال ناجل الكاس العالم مع تشيلسي مستنيين رد تشيلسي انا بكره بقى كابتن اسلام جايب حد من تشيلسي سكايب هنا معانا في برنامج السادسه كويس جدا يدينا باذن الله الرد الاكيد السادسه انا اتفرج على السادسه احنا اتفرج عليه كل يوم اتفرج كل يوم اتفرج عليه بكره زياده نتقطعه نقعد بكره علينا منتظرين انت جاي تعمل بيت الكبير تعمل الدعايه للسادسه البيت الكبير كله قناه لا طبعا بكره ان شاء الله نسمع الكلام ده يا ريت يبقى كلام مهم جدا ونقدر نصل فيه لكن في النهايه نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يوم يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وبكره ان شاء الله هيبان يعني الساعه 6:30 برضه هتكونوا عرفتوا القائمه الثانيه
واللي هيحصل في انتخابات اتحاد كرة القدم المصري، لانها هتبقى حاجة مهمة جدا جدا جدا. بشكرك استاذ محمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن. شكرا جزيلا استاذ خالد على وجودك معانا. شكرا يا كابتن. بشكرك ابو علم على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا ابو علي على وجودك. عايز تكمل؟ لا الحمد لله. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ما تنسوش بكره قناه الاهلي هتذيع على حضراتكم مباراتي كره الطائره، مباراه الاهلي و سبورتنج على الهواء مباشره في تمام الساعه 4، ثم في تمام الساعة 9:15 مساء ستكون مباراة الأهلي ضد نادي الزمالك في كرة السلة، كرة السلة أول مباراة لأوجستي بوش المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي للنادي الأهلي، هيكون مع فريقه النادي الأهلي إن شاء الله في مباراة مهمة جدا أمام نادي الزمالك، ستكون مذاعة على شاشة قناة النادي الأهلي على الهواء مباشرة. ان شاء الله بكره هنكون اجازه من البيت الكبير، بعد بكره نرجع بقى لحضراتكم يوم الثلاث ما قبل مباراه السوبر الافريقي ان شاء الله في ليله المباراه، وهنتكلم في اشياء كثيره جدا جدا تخص النادي الاهلي ومباراه السوبر الافريقي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله انتظرونا يوم الثلاثاء وحلقه هامه جدا بخصوص السوبر الافريقي. اشكركم واشوف حضراتكم على خير.